المحاضرة دي كانت عن بعنوان محمد الرد على محمد المنتصر الإزيري، عشان ما بزول يفهم منه الرجل ده عنده قوة أو عنده حاجة، عشان كده نحن كتبنا اسمه في العنوان وسخرنا المحاضرة له. لا، الرجل ده ما عنده حاجة أصلا، ما عنده شيء، رجل ضال مضل ملحد مجرم وراسه فاضي، زي ما حكى لكم الشيخ شهاب الشيخ آدم النجيري إنه أشياء كلها مضحكة في النهاية، يضحك منها العاقل ويسخر منها حتى الجاهل، لأنه أجهل من الجاهل. لكن إحنا أصلا خصصنا المحاضرة له لأنه ممكن له في وسائل الإعلام، بس ده السبب يعني. لكن وإلا الرجل ده قاعد أصلا من زمان، ونفس ضلالاته دي موضوعه موضوع واحد أو موضوعين لف بيهم الواطة دي كلها، بس بكررها صفحة كده أفتح كده، لأنه لو أكثر من 20 سنة بكرر نفس الموضوع، شفت كيف؟ فما تفتكر إنه عنده حاجة أو زول مطلع كثير أو قاري، والله ما عنده شيء أصلا، ليس بشيء، لكن بس لقى فرصة في كثير من وسائل الإعلام. حسين خوجلي مكن له من القناة بتاعته اللي اسمها قناة أم درمان، مسك له رسمي، بقى شغال الليل والنهار، ومسكوا الإذاعة بتاعت 101 اف ام حقته ذات حقت حسين خوجلي اسمها إذاعة المساء، وبعدك باقي القنوات شافته زول شغال بيقول الله قال وكده ساقوه مشوا، لكن الرجل ما عنده حاجة. وأكبر دليل إنه ما عنده حاجة لأنه بيهرب من المناظرات في القنوات الفضائية، بيتبجح بيقول أنا زرت الوهابية وهربوا مني وكده، لكن العكس هو الصحيح. أخونا شيخ أبو بكر ومعاهم الشيخ شهاب وبعض المشايخ مشوا هناك في جبال العباسية تقلي، ليه محمد المنتصر الإزيري وحمد بابكر واحد اسمه الخنجر، فديك طلبوا مناظرة، أخواننا وافقوا وقعوا على الورق، ديل وقعوا ديل وقعوا، حتى أخواننا ذاته شالوا الورق الأصل، الصوفية وقعوا منهم محمد المنتصر الإزيرك ده ذاته إنهم موافقين على المناظرة. أول ما بقى الوقت المحدد للمناظرة الصوفية زاغوا، محمد المنتصر الإزيرك هرب، حامد بابكر هرب، والخنجر هرب، مع إنهم وقعوا على الورق، شفت كيف؟ وافقوا لهم على شروطهم برضو هربوا. فالناس زي ما عندهم حاجة أصلا، ودي نقطة مهمة جدا أنا بركز عليها عشان أنت ما تخاف من الناس زي. لكن زي ما قال الإمام محمد بن عبد الوهاب، قال وإنما الخوف على الموحد الذي يسلك الطريق أو يسلك السبيل وليس معه سلاح، يعني ما عنده علم، يعني سلاح يقصد سلاح العلم، الزول الموحد في نفسه لكن ما عنده سلاح علم، ودار يمشي يقاتل ويناظر ويحاور ويجادل، هو ما عنده علم، ده نحن بنخاف عليه. طيب، من الأشياء الشبهات الغريبة جابة شيخ آدم قبيل ذكر منها جزء، يعني إنه محمد المنتصر قال طبعا بنكر الاستواء والعلو بتاع ربنا سبحانه وتعالى، قال إذا قلت الله بالسماء لما السماء تنشق قال الله يمشي وين، وده ذكر شيخ آدم أول امبارح في الإذاعة بتاعت المساد الساعة صباح، قال لما السماء تنشق الله بيتلب، ده وذاته والله كرر مرتين أو 3 مرات، ونحن سجلناه في الموبايل كله من إذاعة حسين خوجلي اللي اسمها إذاعة المساء 101 اف ام، ده محمد المنتصر اللي زيرك ذاته. وشيخ آدم رد على الشبهة دي إنه أأمنتم من في السماء، معناته مش الله جوا السماء، في بمعنى على أو في بمعنى السماء يعني العلو أو في بمعنى على. تاني من الأشياء الغريبة اللي قال هذا الرجل المجرم، قال إنه يجوز تدعو غير الله وتقول مدد يا شيخ فلان، ونظرة يا شيخ فلان، ونظرة يا الصلاح، ونظرة يا أهل السلسلة، يعني تدعو غير الله وتنادي غير الله. قال الدليل على كلمة نظرة، قال إليك نقول، قال عمل يده كده، قال قال تعالى يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس، قال زي ده، قال الآية كده، قال انظرونا دي نظرة بمخلوق ومخلوق، قال دي آية قرآنية محكمة، ما رأي شيخ ولا عالم،
انظرونا نقتبس من نوركم. قال ده دليل على ان يجوز تقول نظرة ومدد واغثني يا شيخ فلان، يعني تدعو الموتى وتدعو الشيوخ زي ما الصوفية قاعدين يقولوا في كتبهم وفي الواقع المعاش. اول حاجة دعاء غير الله شرك، مدد ولا غيره ولا نظرة ولا غيره، لانه ربنا قال واستستغيثون ربكم فاستجاب لكم اني ممدكم. فالمدد بيكون من هنا يا جماعة، ربنا قال ممدكم أني ممدكم. لاحظ الحتة دي من الآية، يعني البمد والمدد من هنا جماعة من الربنا. طيب اللي بيدعو غير ربنا يمشي وين؟ حكمه شنو؟ ربنا قال ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. أي زول يدعو له أحد غير الله ده كافر، طلع بر الدين، لأنه الله قال ما نحن كفرناه، الله قال إنه لا يفلح الكافرون، الله قال كده. وربنا قال وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. أما الآية انظرونا نقتبس من نوركم، أول حاجة ده ربنا نقلوا عن منو؟ أقرأ الآية من البداية. يوم يقول المنافقون والمنافقات، إذا محمد المنتصر شيوخ الكبار المنافقين والمنافقات، الرجال والنسوة من المنافقين، ده شيوخ محمد المنتصر خلاص، أمات الفقراء من المنافقين دل شيخات محمد المنتصر، وشيوخ محمد المنتصر هم المنافقين من الرجال. فده ما ده. طيب فرعون ربنا قال فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى. هل يجوز أي زول يقول أنا ربكم الأعلى؟ لأنه كلمة أنا ربكم الأعلى جاءت في القرآن زي كلمة انظرونا نقتبس من نوركم جاءت في القرآن؟ ما كده يا جماعة، ما كده، ده غباء وده حمق ودي بلادة. وانظرونا نقتبس من نوركم يعني أقيف منافقين جو الصراط مع المؤمنين، وربنا امتحن المنافقين زي ما هم كانوا غاشين الناس في الدنيا، أصروا الإيمان وأبطلوا الكفر، ف في الآخرة جايين للصراط عشان يعبروا جهنم، ربنا جعل لهم نور زي المؤمنين قبل ما يحصلوا الصراط. ربنا دار يعني يجازيهم من جنس أعمالهم لأنه خدعوا الناس في الدنيا. أول ما وصلوا جنب الصراط انطفى النور بتاع المنافقين والنور بتاع المؤمنين واصل منور. طوال المنافقين نادوا المؤمنين قالوا انظرونا نقتبس من نوركم. دي القصة، انظرونا يعني انتظروا دقيقة قيفوا ما تعدوا الصراط عشان نعدي معاكم بالنور بتاعكم. ما في دعاء لغير الله واستغاثة بالموتى وما عارف شنو ومدد يا شيخ فلان ونظرة يا أبو هاشم، ما عنده أي علاقة الآية بهذا الكلام. شبهة ثالثة جاب هذا الدجال اللي اسمه محمد المنتصر الإزيري، قال في مجموعة الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية الجزء 10 يا عنده، وده مجموع الفتاوى ده جزء 10، قال الصفحة 550. قال ابن تيمية بيقول إن الشيوخ بيتصرفوا في الكون، هو غير الكلام، غير في كلام ابن تيمية هاء الضمير. ابن تيمية قال وتصريف الكون، محمد المنتصر قال وتصريفه في الكون، وتصريفه دي ما في، هاء الضمير دي ما في، ركبها من راسه هنا في الكتاب وفي الكتاب ما في، فغيرت المعنى رأسا على عقب. ابن تيمية يتكلم عن شنو؟ ابن تيمية يتكلم عن التوكل، وقال وفي الأثر من سره أن يكون أقوى الناس فليتوكل على الله. وعن سعيد بن جبير التوكل جماع الإيمان، وقال تعالى ومن يتوكل على الله فهو حسبه، وقال إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. قال وهذا على أصح القولين في أن التوكل عليه، على من يعني؟ على الله. في أن التوكل عليه، في أن التوكل عليه بمنزلة الدعاء على أصح القولين أيضا. قال التوكل على الله زي الدعاء، بالدعاء يا جماعة الإنسان ممكن يدعو ربنا ينزل له مطر، صح ولا ما صح؟ ينزل له رزق. الشتاء شديد يدعو الله ربنا يشيل الشتاء، ممكن ولا ممكن؟ بيدعو زول، دعا الله ما دعا غير الله. قال
قال بمنزلة الدعاء، يعني التوكل بمنزلة الدعاء على صح القولين أيضا سبب، ده التوكل زي الدعاء، سبب لجلب المنافع ودفع المضار، فإنه يفيد، ده شنو ده؟ التوكل يفيد قوة العبد، لأنه يعني العبد بإيمانه قوي، طيب وبيتوكل يفيد قوة العبد وتصريف الكون. ما قال وتصريفه في الكون، لو ابن تيمية قال وتصريفه في الكون الضمير في اللغة في الغالب بيرجع لأقرب شنو؟ مذكور أو مسمى، كان يرجع للعبد. ابن تيمية قال وتصريفه يعني تصريف العبد في الكون، وده القصد محمد المنتصر الإزيرق لما حرف كلام ابن تيمية، وابن تيمية قال يفيد قوة العبد وتصريف الكون. طيب العبد بيكتسب القوة من الدعاء، يدعو الله، الله يقويه ويديه وينزل له المطر ويتصرف له في الكون، الله، لأنه العبد دعا الله. وكذلك إذا توكل على الله، ابن تيمية قال التوكل بمنزلة الدعاء، ربنا يتصرف له في الكون لأنه توكل على الله. زي شنو؟ زرع ورمى الحبوب في الواطة، رمى الحبوب في الواطة تعد ودفنها، المطر ما جت، قال يا حاج فلان زرعت ساكت ما في مطر، قال توكلنا على الله، الله نزل المطر، ده تصريف في الكون. لكن اللي صرف منه الله بسبب شنو؟ توكل العبد ده لله. ده كلام ابن تيمية قال يفيد قوة العبد وتصريف الكون. محمد المنتصر قال، ابن تيمية قال يفيد قوة العبد وتصريفه في الكون، فهمت؟ فزول دجال، زول مجرم، زي قصة إبراهيم، زي ما قال أخونا رموه في النار، والنار بالقدر الكوني إنها شنو يا جماعة؟ بتحرق، هكذا خلق الله عز وجل. لكن لما توكل إبراهيم على الله، وروى في بعض الآثار أنه قال حسبي الله ونعم الوكيل، ربنا قال قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، ده تصرف الكون. لكن منو اللي تصرف؟ الله سبحانه وتعالى بسبب شنو؟ توكل هذا العبد والرسول والنبي من أولي العزم الخمسة من رسل إبراهيم عليه الصلاة والسلام. فده كذب الرجل، ده كلامه كله كده، يقطع كلام العسيمين، يقطع كلام ابن تيمية، يحشر له فيه نقطة، يحذف له منه حرف، يدخل له كلمتين، يقول لك صفحة كذا تحديدا، يقول لك المجلد رقم كذا تحديدا، أنت تتوهم، وبيجيب كلام مشايخنا لكن بيحرف. وده أسلوب أصلا ألفه حامد بابكر، شالوا من ناس علوي المالكي ذاك ومن السقاف والجماعة الصوفية الكبار، شالوا منهم حامد بابكر، لكن حامد بابكر شالوا وما فتحوا له الإعلام، بس محمد المنتصر لقى الإعلام شنو؟ مفتوح، عشان احنا شغالين عنه محاضرات في جميع القرى والبوادي. بس يوم السبت إن شاء الله احتمال كبير نسافر له لحد يضنقل، عنده محاضرة هناك، الزول ده ذاته ماشيين لحد هناك نردمه قبله هناك، محمد المنتصر خلاص. فهذا الحاصل، فذول كذاب، الكلام واضح ما في أي لبس ولا غموض. طيب بعد ذاك نمرة أربعة وهذه أختم بها نسبة لطول الزمن، والكلام ذكره المشايخ كفاية جزاهم الله خير وربنا يتقبل من الجميع. قال التصوف هو منهج الحياة، والله العظيم. وقال في جزء من الصحابة كانوا صوفية، ده محمد المنتصر قال، لأنه أهل الصفة ديل قال أنت قايلهم شنو؟ خلاص؟ قال أهل الصفة ديل أنت قايلهم شنو؟ يعني صوفية. الصفة دي يا جماعة بمعنى الدارجية السودانية، عشان أقرب لكم الفهم، هي الراكوبة. الراكوبة اللي بنعملها دي. في صحابة، مجموعة من الصحابة كانوا فقراء وأسلموا، وجو ما عندهم بيوت ولا عندهم مأوى ولا عندهم مال. النبي عليه الصلاة والسلام سمح لهم في طرف المسجد بتاعه، المسجد النبوي، إنه يعمل لهم حاجة كده صفة اللي هي زي عريشة، زي راكوبة يعني، يقعدوا تحتها. فسموا أهل الصفة للعريشة الساكنين فيها، مش كانوا صوفية قادرية ولا تجانية ولا ختمية، والرسول قاعد قدامه يبقوا تجانية، تبع أحمد تجاني ده كيف ده؟ الرسول قاعد قدامه يتبع الركيني، الركيني ما سمعت الكرامة الجديدة حقته؟ ما سمعتوها؟ قال أحد الصالحين، طبعا بيرقص كده في الخطبة، أنت ما شفته بيرقص كيف؟ قال بعض الصالحين، قال التلاميذ بتاعينه جعانين، قال فصعد أعلى السقف واخد له رقصة كده، وطبعا عنده عصابة موزعين في الخطبة في الجامع تابعين له، كذابين ساكت،
لما يرقص كذا الجماعه بيقلبوا هو واحدين كي ويكوركو جوا هناك وما في احد. والله لا في كلام يبكي، لا في كلام بيضحك، لا في كلام بيخليك تضحك ولا تكبر. بس هو دي عصابه موزعه، واحد في اليمين واحد في الشمال ونسوان اثنين ورا بزغرتن وكلام فارغ صار. فقال فصعد احد الصالح، هذا الصالح اعلى السقف، قال فدعا الله ولا الميم قال شنو؟ قال فانزل الله له غيثا، وهذا الغيث ليس ماء ولا مطرا وانما فولا. قال يا اخي غيث فولا، يا فولا بتاع شنو؟ ما كان يا اخي، ده كلام فارغ ما يحتاج ذاته كثر التعليق. فالمهم قال التصوف منهج الحياه، والصحابه كانوا صوفيه، ومشى قدام طلع ابن تيميه قادري، ده محمد انتصر الازيري. والله انت لو قريت كلام ابن تيميه في مجموع الفتاوى عن الصوفيه والله تحتار. راجع اقراه ردم. انت قال الصوفيه بيكرهوا ابن تيميه ليه؟ ولا بيقول لك ابن تيميه مجسم وابن تيميه مشبه وكذابين في الكلام ده. ابن تيميه لا مجسم لا مشبه، ابن تيميه سلفي كذابين خلاص. ليه هم زعلانين من ابن تيميه؟ لانه ابن تيميه من اكثر العلماء خلاص في زمانه واللي جاي. الكشف الصوفيه ده الكشف نظيف، كشف شديد، عشان كده هم شام منه. ده محمد انتصر ده رجي قال في مدرسه جديده يطلع شيوخ السلفيين صوفيه، قال عشان من دقنه وفتله كطاب ما بتقدر. ونحن لو لمينا فيك يا صوفي بننتفك صوفه صوفه، والله صوفه صوفه. لكن ده سنك ناس حسين خوجه اللي وراء الشاشه، ونحن ما بجيبونه، نحن بنجي بك في الباب في وشنا بقول لنا ما. لكن والله نخش جوا ثلاثه ثواني نفرتق البلد دي كلها. التصوف ما منهج حياه، التصوف هو دين أسوأ من دين أبي لهب وأبي جهل. الكلمة دي حارة؟ مش حارة؟ أنا أبردها ليه؟ طيب ده الكتاب الأول اسمه شواهد الحق في الاستغاثة بسيد الخلق صلى الله عليه وسلم للقاضي الشيخ يوسف بن إسماعيل النبهاني. اشتريته من الدار السودانية للكتب هذا الكتاب قبل 10 يوم أو 9 يوم، ودي الفاتورة أنا مدبسة هنا بتاعت الدار السودانية للكتب، وده خدمة الدار كاتب لك خالص مع الشكر، يعني مزمل الفقير دفع قروشه واستلم الكتاب جزاهم الله خير. طيب أها قال شنو جوا الكتاب ده؟ من الغلاف، من الغلاف برا العنوان شرك بالله، شواهد الحق في الاستغاثة بسيد منه الخلق. ونحن قبل قررنا كما بين الله عز كما قال الله عز وجل إنه الاستغاثة واستستغيثون من يا جماعة ربكم، وهناك ربنا قال النبي عليه ربنا قال إياك نعبد وإياك نستعين، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان إلى آخرها من الآيات. الكتاب ده من الغلاف كفر بالله، شواهد الحق يعني الأدلة في جواز الاستغاثة بسيد الخلق قال اللي هو محمد صلى الله عليه وسلم، يعني تخلي الله وتستغيث وتدعو محمد صلى الله عليه وسلم. كل ما أصه ما فيه صفحة ما فيها كفر، والله أنا قلبته ما فيه صفحة ما فيها كفر. حتى قال تكلم عن ابن تيمية قال كان ابن تيمية شجاعا ومناظرا إلا أنه يعاب عليه أنه كان يحرم الاستغاثة برسول الله. ده جوين قال يعني بيستدرك على ابن تيمية، قال العيب بتاع ابن تيمية انه كان بيمنع الكفر بالله، الاستغاثة بغير الله كفر، وده عيب على ابن تيمية. طيب اقرا لك بس موضعين صغار نسبة لضيق الوقت. طيب قال في الصفحة رقم 260 قافية الهمزة في الباب الثامن، قال فأغثنا بناجي النبي عليه الصلاة والسلام، فأغثنا يا من هو الغوث والغيث إذا اجتهد الورى اللأواء، والجواد الذي به تفرج الغمة عنا وتكشف الحوباء، يا رحيما بالمؤمنين إذا ما ذهلت عن أبنائها الرحماء، يا شفيعا في المذنبين إذا أشفق من خوف ذنبه البراء. وده شرك بالله يا جماعة، لأنه أي زول يدعو غير الله عز وجل حتى لو دعا النبي صلى الله عليه وسلم انت مشرك. ليه؟ لانه النبي عليه الصلاه والسلام قال لي ابن عمه عبد الله بن عباس قال لي اذا سالته فاسال الله واذا استعنت
فاستعين بالله. وقال النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح: من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار. في الصفحة 286 قال: ألا يا رسول الله يا أشرف الورى، ومن ليس في العليا له من ينازع، ويا غوثنا في كل ضيق وشدة، ويا من لنا يوم القيامة شافع، ويا ملجئي يا مقصدي يا وسيلتي يا سندي، سيدي أنت نافع إذا كنت لي في كل أمر ملاحظا، فما أنا متعوب ولا أنا ضائع. وده شرك واضح جدا، لأن المشركين ذاتهم ناس أبو جهل وأبو لهب ما كانوا بيدعوا غير الله إلا في حالة الرخاء. أما في حالة الشدة إذا ركبوا مثلا في الفلك في السفينة وكان ده يغرقوا، كان بينادوا الله براو مخلصين له الدين والدعاء. ربنا قال: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين. فلما نجاهم إلى البر، ده للمشركين، دعوا الله مخلصين له الدين، فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. ديل بيقول لك استغيث بغير الله حتى في حالة الرخاء وفي حالة الضراء في حالة الشدة. يبقى ده أسوأ، دين الصوفية ده أسوأ من دين أبي جهل وأبي لهب. طيب، ده ديوان الحلاج ومعه التواصيم أيضا في الدار السودانية للكتب، ودي الفاتورة أنا برضو مدبسة هنا مختومة خالص مع الشكر من الدار السوداني للكتب. يقول فيه الحلاج: كفرت بدين الله، والكفر واجب علي وهو عند المسلمين حرام. بلاه قال أنا كافر، أنا كفرنا. طيب ده انتهى. دينا كتاب الفيضات الربانية في المآسر والأوراد القادرية، بس أنا أقدر أختصر لك. طيب، في أبيات في الصفحة رقم 46 قال: ضريحي بيت الله. اسمع الكلام ده يمكن لأول مرة تسمعه أنت. قال: ضريحي بيت الله، من جاء زاره يهرول له يحظى بعز ورفعة. الضريح بتاع القادرية ده قال بيت الله الكعبة الشريفة. عشان كده البرعي في إليك سلام مني هنا بيمدح في شيخه، قال: زرت حجة ورؤياه عيد. في الشنطة قاعد. قال: زرت حجة، تزور شيخه، قال ده بعد الحجة كاملة، ورؤياه عيد زي عيد الأضحى والفطر. ده قال: ضريحي بيت الله من جاء زاره يهرول له يحظى بعز ورفعة، وسري سر الله سار بخلقه، في أنا سر الله سار بخلقه، فلذ بجنابي إن أردت مودتي، وأمري أمر الله إن قلت كن يكن، وأمري أمر الله إن قلت كن يكن، وكل بأمر الله فاحكم بقدرتي. ربنا قال في القرآن الكريم: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. الصوفية قالوا لا، شيخهم قال: وأمري أمر الله، أمري أنا ده أمر الله ذاته، إن قلت كن يكن. قال: وأصبحت بالوادي المقدس جالسا. بعد ذلك يعرض بنبي الله موسى، شوف المجرم المشرك ده. قال: وأصبحت بالوادي المقدس جالسا على طور سيناء قد سموت بخلعتي. قال: وطابت لي الأكوان من كل جانب، الأكوان دي كلها طابت له هو من كل جانب، فصرت لها أهلا بتصحيح نيتي، فلا علم إلا من بحار وردتها، ولا نقل إلا من صحيح روايتي، وعاينت إسرافيل واللوح والرضا. عاين إسرافيل الملك وعاين اللوح المحفوظ. قال دي الصوفية، ده دين الصوفية أسوأ من دين أبي لهب وأبي جهل، والله الذي لا إله غيره. بس أدونا معاكم فرصة كده في الإعلام ده عشان نجيه تمام. أي طيب، قال: وعاينت إسرافيل واللوح والرضا، وشاهدت أنوار الجلال بنظرتي. شاف الله، قال بنظرته هو، الصفحة 46. قال: وشاهدت ما فوق السماوات كلها، كذا العرش والكرسي في طي قبضتي. العرش بتاع الله والكرسي بتاع الله، الصوفية قالوا ماسكينه في يدهم، ده كفر ولا ما كفر يا جماعة؟
جيب اي زول في الكره الارضيه دي قول له ده كفر ولا ما كفر، بس ما يكون صوفي، قول له ده كفر ولا ما كفر. قال وشاهدت ما فوق السماوات كلها كذا العرش والكرسي في طي قبضتي. العرش بتاع الله والكرسي، ربنا قال وسع كرسي السماوات والارض ولا يؤود حفظهما وهو العلي العظيم. صوفيا قالوا لا، قال الكرسي بتاع الله انا ماسكه بقبضه يدي واحده. والله يا جماعه ما في كفر قدر ده ابدا ابدا والله. واوجب ناس يحاربوا على وجه الارض قبل اليهود هم الصوفيه دي. والله يا جماعه كلام ده نصيحه، ودي رساله للسروريه تبع عبد الحي يوسف، هذول ما يكون بليد. هيا بنا الى فلسطين، في فينا في سجم رماتنا، عرفت كلامي؟ في السودان ده من الدار السودانيه للكتب والكتاب ده. في الطابق الثاني الجناح الغربي الناحيه الغربيه مش يشتريوه ده الكتاب ده. طيب فديل الدارين جهاد، مش نحن نقول نكتلهم، لا لا لا، دي ما دعوتنا كده، شغل الحاكم شغل الحكومه. نحن نجاهدهم بالحجه باللسان، قال الله قال رسول الله، ونكشف كتبهم دي. وده ما يقدر يعمل حاجه، يزيرق ولا يبيض، ما يقدر يعمل اي حاجه. طيب قال وكل بلاد الله ملكي حقيقة، كل بلاد الله دي حقتي أنا كلها، وكل بلاد الله ملكي حقيقة وأقطابها من تحت حكمي وطاعتي. أمشي ثاني قدام شوية. قال سقاني الحب كاسات الوصال فقلت لخمرتي نحوي تعال، طبولي في السماء والأرض دقت وشؤوس السعادة قد بدا لي، نظرت إلى بلاد الله جمعا كخردلة على حكم اتصالي، فلو ألقيت سري فوق نار لخمدت وانطفت من سر حالي، ولو ألقيت سري فوق ميت لقام بقدرة المولى مشى لي. طيب كلام ده ما داير له شرح، واضح. قال ولو ألقيت سري في جبال لدكت واختفت بين الرمال، ولو ألقيت سري في بحار لصار الكل غورا في الزوال، بلاد الله ملكي تحت حكمي ووقتي قبلي قد صفى لي. ها قال مريدي هم وطب واشطح، وده الكلام اللي قاله قبيل شيخ شهاب، انه المجازيب ده اللي بينبذوا بيتكلموا كلام من الصر للركبه. ليه؟ لانه الشيخ قال لهم شنو؟ اشطح. قال واشطح وغني غني وغني وافعل ما تشاء فالاسم عالي. طيب امشي قدام. قال نظرت لعرش الله، ده صفحه 56، نظرت لعرش الله واللوح نظرة، لوح المحفوظ وعرش الله قالنا شاف نظرة، فلاحت لي الأملاك والرب سماني، وتوجني تاج الوصال بنظرة، ومن خلع التشريف والقرب أكساني، فلو أنني ألقيت سري بدجلة لغارت وغيض الماء من سر برهاني، ولو أنني ألقيت سري على لظى نار جهنم، ولو أنني ألقيت سري على لظى لأخمدت النيران من عظم سلطاني. ده مش قال كده؟ قال ممكن يطفي نار الجحيم؟ ده محمد عثمان الميرغني، الجماعة اللي بيشوفوا الكفر من بعض، نفس الكلام ده قاله صفحة 93. قال أنا عرشها والكرسي وأنا للسما بانيها، لولا الحياة من ربي نار الجحيم أطفيها. وده برضه قال شنو؟ ولو أنني ألقيت سري على لظى لأخمدت النيران من عظم سلطاني، ولو أنني ألقيت سري بميت لقام بإذن الله حيا وناداني، وقفت على الإنجيل حتى شرحته. والإنجيل محرف، تعبان ليه؟ ربنا قال يحرفون الكلمة عن مواضعي. والله يا حمد المنتصر بإذن الله ألم فيك، والله أنتفك نتف، والله يفرج فيك الخلق كله، لكن بس مدخلينه ورا القزاز بتاع الشاشة، نحن ما قادرين نخش هناك. ضربنا اول امبارح لاحدى القنوات السودانيه، قلنا لهم ادونا 20 دقيقه، قالوا 20 دقيقه ب 8 مليون، قلنا لهم دايريننا. وانا متاكد ما بيدونا ليها، بس كذا يدقوا يدونا ليها. بس 20 دقيقه. مش ده؟ ثاني ما بتلقاه ابدا.
ابدا ما بتلقاه، ولا بتلقى صوفي لافي باذن الله ان شاء الله تعالى. بس 20 دقيقه 80 8 بنجمعها ان شاء الله، بنجيب الله بيوفقنا، لكن بنجمه. والبلد دي بتمشي قدام، والغاز بيجي، والمويه بتتصلح، والسكر بيرخص، والبنزين بيرخص، لانه ده الكفر، ده الكفر ده هو السبب الذي بسببه نمنع الخيرات. ربنا قال ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض. ديل هم المانعين البركه تنزل يا جماعه، سبب في منع البركه. زول بيقول انا الله، الله خلق النار، ربنا قال يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد، ده قال انا بطفيها. والفنان ده قال هي النار ولعت، ده قاصد نار الدنيا بقلبي اطفيها، وده نار لظى وده نار الجحيم. خلاص المرغني والقادري قال لظى بيطفيها. قال ولو وقفت على الانجيل حتى شرحته وفسرت توراه واسطر عبراني كذا السبعه والالواح جمعا فهمتها وبينت ايات الزبور وقراني وفكيت رمزا كان عيسى يحله به كان يحيي الموتى والرمز سرياني. عيسى عليه السلام كان بيحيي الموتى برمز؟ الكلام ده كله كفر. وده قال ده محمد عثمان عبد البرهاني، قال جبريل وميكال عزراء جنودي في التصريف هم تحت إمرتي، قال أجود على أمي لترحم طفلها ورحمة من في الكون من بعض رحمتي. كل الكلام ده بس الزمن مش أنا ما أقدر أقرأ، واكتفي بهذه الأمثلة البسيطة مع كلام المشايخ جزاهم الله خير. التصوف دي للشرك، لكن ما أي صوفي كافر تفهم الحتة دي. في صوفي يا دوب خش الليلة لقى الفتة ظريفة والزلابية حارة دخل، لكن ما بيعتقد العقائد دي، ده بنقول له أمره، لأنك لو واصلت الدخول واعتقدت العقائد دي أنت كافر. أمره زلابية دي أكلتها أطلع، تعال بنديك مندي أطلع خلاص. لكن العقيدة بتاعت الصوفية عقيدة شنو؟ كفر والله العظيم، كفر عديل. جزاكم الله خير، بارك الله فيكم، لحسن استماعكم.